مشاهدينا من أرض الحضارة والتاريخ، أرض الآثار الأقصر، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج بلدي الأقصر. فقرة علشانك يا بلدي. مشاهدينا اهلا بيكم، ومعانا ضيفنا استاذ دكتور خالد عبد النعيم، عميد كليه اثار جامعه الاقصر. بنرحب بستك معانا يا فندم في هذه الفقره. اهلا وسهلا بيكم في كليه الاثار جامعه الاقصر. دكتور خالد، يمكن يعني كليه الاثار تحديدا لها اهميه خاصه داخل محافظه الاقصر، لان محافظه الاقصر طبعا من المدن السياحيه الهامه. حضرتك مبدئيا عايزين نعرف تاثير مدينه الاقصر كمدينه سياحيه على كليه الاثار الموجوده بها. طبعا وجود كلية الآثار في الأقصر دي حاجة مهمة جدا، يعني من أولى الكليات اللي هي كان المفروض تقام في مدينة الأقصر، لأن مدينة الأقصر معروفة أن فيها حوالي تلت آثار العالم، يعني تلت الآثار الثقافية الموجودة في العالم موجودة في الأقصر وحدها. فمن الطبيعي أن يبقى في كلية للآثار موجودة في محافظة الأقصر أو في مدينة الأقصر بالتحديد، لأن مدينة الأقصر تمتلك من الآثار ومن المقومات السياحية الكثير، سواء على الجانب الغربي أو الجانب الشرقي من النيل. يعني تمتلك من الآثار مقابر ومعابد الكثير في غرب وشرق الأقصر، وكذلك المنشآت السياحية. وفي وسط النيل طبعا فيها كمية من البواخر اللي بتعمل رحلات كروزة للسياح. فطبيعي أن وجود كلية الآثار في محافظة زي محافظة الأقصر وسط كل كم الآثار دوت، ده أكيد ليه تأثير عليها طبعا. أمانة في إيدينا نعليها مادام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين وإحنا مطمنين. ما شربتش من عشرة بلدي بتبقى نسيانها على البلد.
بتقول حضرتك ان في تأثير بوجود كلية آثار، ولكن عايزين نعرف يعني مدينة الأقصر كمحافظة سياحية او مدينة سياحية بتخدم ازاي على كلية الآثار، وكلية الآثار ايضا بتخدم ازاي على مدينة الأقصر، يعني تأثير كلية الآثار على محافظة الأقصر السياحية. هي طبعا اي منشأة تعليمية بيبقى دورها الاول والاخير هي خدمة المجتمع، خدمة المجتمع سواء على المستوى التعليمي أو على المستوى المجتمعي. فمحافظة الأقصر طبعا بالتأكيد زيها كلية الآثار في جامعة الأقصر في محافظة الأقصر زيها زي أي منشأة تعليمية لابد أن اللي بيها ليها تأثير. يمكن الآثار بيبقى تميز شوية على اعتبار أن كم الآثار اللي موجود لابد أن الطلاب يدرسوه دراسة تفصيلية في اعمال الترميم اللي بتتم سواء هم طلاب كتدريب او فيما بعد التخرج بعد كده. فطبعا يا فندم طبعا وجود الاثار بالاقصر ساعد الطلبه هنا ان هم يدرسوا دراسه عمليه اكتر. طبعا اكيد، يعني احنا بالنسبه لنا بكل سهوله وكل يسر واقل تكاليف ممكن نزور كل الاثار الموجوده شرقا وغربا وخاصه في شرق النيل. غيرنا عشان يجي يزور الاثار دي بيتكلف وقت ومجهود وفلوس. طبعا كل ده احنا بالنسبه لنا سهل وميسر بسبب وجودنا في محافظه الاقصر. طبعا اكيد الاقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتفسح وتقول عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا. الاقصر بلدنا بلد سواح فيها بتقدم من كلية الآثار للطلبة علشان يقدروا يتعايشوا الحياة العملية بعد كده بعد التخرج. هو يعني هي كلية الآثار طبعا بتبقى حريصة في اللائحة، أصلا اللائحة التدريسية للطلاب بيبقى فيها عدد من الساعات للزيارات الميدانية للزيارات المناطق والمناطق الأثرية والمتاحف. يعني كل سنة عندنا في السنين الأربع فيها حوالي 70 ساعة تدريبات ميدانية. فبندرب الطالب ازاي يروح يشوف كل الاثار اللي موجوده مش في الاقصر بس، على مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها. المفروض ان الطالب قبل ما يتخرج بعد 4 سنين يكون ظاهر كل الاثار اللي موجوده في مصر كلها، وبالتحديد طبعا يعني على الاقل بالنسبه له عشان الظروف والسفر والتكاليف والحاله الماديه بيبقى على الاقل في الاقصر واسوان. بالظبط، الاقصر واسوان وقنا وابيدوس في سوهاج، ده كلها دي سهل ان تروح الطالب يعملها كرحلة يوم واحد. لكن ده بالنسبة للآثار المصرية والآثار الإسلامية. لكن بالنسبة لترميم الآثار طبعا الطالب بيدرس في المعامل كل التقنيات اللي هو ممكن تستعمل بعد كده في صيانة وحفظ الآثار، وبيطلع بعد كده يروح يشوف في المعامل وفي الورش اللي موجودة اللي تابعة لوزارة الآثار اللي موجودة سواء في المتاحف أو موجودة في المناطق الأثرية أو على الأقل اللي هي المشاريع بتاعة الترميم الموجودة. يعني على سبيل المثال في مشروع كبير جدا الخريجين بتوعنا أغلبهم مشارك هناك،
الخريجين ولا الطلبة؟ الخريجين. هو طبعا الطلاب بيروحوا بس يزوروا المكان ويشوفوا اللي بيتم، لكن الخريجين بيشتغلوا بإيديهم. المشروع اللي كان اللي هو المشروع كبير جدا اللي هو افتتاح طريق الكباش، الطلاب بتوعنا كان لهم دور مهم جدا. الطلبه راحوا وشاركوا دورهم في التنظيم والترتيب اللي كان بيتم هناك. طبعا طبيعي ان المؤتمرات والانشطه اللي زي دي بتحتاج لناس منظمين، فكان طلابنا مش طلبه الاثار بس، ده طلبه كل جامعه الاقصر من مختلف الكليات الست اللي موجودين كلهم شاركوا هناك. لكن الاثار طبعا بحكم التخصص هم طلبة كلية السياحة كان ليهم الدور الأكبر، وكان العدد الأكبر منهم موجود مع الدكاترة بتوعنا. يعني عندنا أعضاء تدريس كانوا بيقودوا الطلاب وبيساعدوا هناك، وفي موضوع اللي هو تجهيز لافتتاح طريق الكباش. خالد، يعني احنا كأقصريين بنشوف في الغرب ورش وناس بسيطة جدا بتشتغل وبتصنع ألاباستر وغيرها من الأشكال الفرعونية، فعلا الفرعون الصغير يعني موجود حتى الآن. يعني احنا ممكن برضو يبقى في تعاون بينهم مثلا وبين الكلية هنا وبالطلبة، بحيث ان يبقى في تبادل خبرات، لان هم اكيد عندهم خبرة برضو يعني عملية على أرض الواقع. هم هي الأقصر بتتميز بأن هي بتمتلك عدد كبير جدا، وخاصة في غرب الأقصر بالمصانع والورش اللي هي بتصنع نماذج للآثار المصرية القديمة. كل النماذج اللي هي موجودة سواء إذا كانت تماثيل أو تصاوير جدارية موجودة بيعملوا لها هم تقليد على في الورش بتاعتهم والمصانع. يعني شغلهم رائع جدا، رائع جدا طبعا، يعني دقيق فعلا. انت قلت سيادتك الفراعنه اللي هم الجدد، هم دول فعلا، لان هو المهن دي هم تورثوها من اجدادهم، تورثوها من ابائهم فاجدادهم، يعني مهن بقى لها مئات السنين هم بيتورثوها بيشتغلوها. ويعني احنا برضو نعرف ان الورش هناك تكاد تكون في البيت، يعني المراه بتشتغل والاطفال بيشتغلوا والرجل كله بيشتغل فيها. هو ده الطبيعي، يعني انت عارفه ده مش في مصر بس، هو على مستوى العالم كله. لو رحت سيادتك اي مكان فيه صناعات يدويه بيئيه بتلاقيها في البيوت زي كده، سواء اذا كانت صناعات يدويه او حتى على المستوى الكبير. يعني لما كنت في المانيا، في جنوب المانيا كلها مصانع، انا كنت ادخل المصنع انا يتهيألي ان انا داخل بيت اروح الاقي مصنع. فهم هنا كده برضه هي بيوت بسيطه هم عاملينها كورش ليهم. احنا بالنسبه لنا طبعا احنا كدارسين للاثار عارفين كويس ان المصريين كان عندهم حوالي 25 صناعه كانوا موجودين في حياه المصري اليوميه، منهم الصناعات اللي موجوده في الغرب دلوقتي. فاحنا بنحاول طبعا بالنسبه لنا احنا كدارسين ان احنا نعمل نساعد في احياء الحرف التراثيه ديت من خلال المركز بتاعنا، مركز التراث، او من خلال المراكز الاخرى اللي هي الوحدات ذات الطابع الخاص اللي هي هدفها الاساسي خدمه المجتمع. نحاول ان احنا نتواصل معاهم ونحاول ان احنا نبقى معاهم ونجيبهم وندعيهم هم يقيموا ورش على المستوى البسيط للمهن بتاعتهم في الجامعه، او احنا بنديهم دورات عشان نحسن من مستواهم، او على الاقل بنحي نفكر الناس، لان في بعض المهن بدات تندثر.
مصر إحياء المهن التراثية. فندم احنا كنا سجلنا من فترة معاهم، فكان من ضمن كلامهم للأسف ان المهنة نفسها بدأ يعني الشباب الصغير اللي طالع مش عايز يشتغل فيها، فيعني ممكن مهددة ان هي تندثر. فده دوركم انتوا ككلية آثار تحيوها وتحافظوا عليها، هيبقى ازاي؟ احنا طبعا احنا زي ما انا قلت سيادتك احنا بنحاول نعمل كده، لكن هو برضه انت عشان تقدري تقنعيه، ما هو الشاب مش حدش هيقدر يقنعه انه يشتغل الا لما يكون في مردود مادي بالنسبه له. يعني انا مهما انا اقنعه انه هو هيشتغل، طب هو مش لاقي دخل هيسمع كلامي ليه؟ فهو احياء وجود السياحه، والحمد لله يعني السياحه دلوقتي في الوقت الحالي رائعه جدا. فهو طبيعي لما يلاقي عنده سياح موجودين اللي هيلاقي عنده دخل كويس هيرجع يشتغل، بس هو لازم يبقى جاهز. احنا بنساعده في انه يبقى جاهز في الامكانيات بتاعت الشغل، يعني فهو يبقى جاهز عشان يعمل حاجه كويسه ويبقى جاهز لاستقبال السياح لما يجوا. وفي نفس الوقت بنعرفه ان المهن دي مهن مهمه، ولازم انت يعني لو انت شغال كويس وهتنتج عمل كويس هتلاقي مردود. بس هو لو ما فيش وجود للسياحه ما هيبقى صعب انك انت تقنعيهم باي اعمال. اكيد هو السياحه لما بتبقى مش موجوده للاسف، يعني لا قدر الله، بتبقى في حاجات كتير واقفه للاسف جدا يعني. جدا، وخاصه الصناعات اليدويه دي على مستوى معروفه ان الاقصر طبعا احنا كنا بنروح طبعا احنا كنا بنروح نزور المصانع دي والورش في الفترات اللي ما فيهاش سياح، حتى العمال هو بيروح يدور له على عمل تاني. ما احنا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض نعملها في الاقصر كجامعه ان احنا برضو نعمل مشروعات بديله للصناعه اليدوي. يعني احنا ممكن نعلمه، يعني احنا ممكن ناخده من مهنه دي لمهنه اخرى تبقى مفيده ليه هو وتفيد المجتمع لو هيقدر يتعلمها. يعني في صناعات تكنولوجيه، الكترونيات، حاجات بسيطه. يعني هو ممكن يعمل بدل الحاجه اللي بيعملها دي بالحاجات البسيطة باليد، وممكن يبدأ يستعمل تكنولوجيا، يبدأ يعمل حاجات تكنولوجية بسيطة بعيدا عن السياحة مثلا. يعني يعمل حاجة منتج للمجتمع اللي هيشتري منه. يعني الصين دلوقتي بنلاقيهم احنا كل اللعب والحاجات اللي بتجينا والأدوات البسيطة اللي بنستعملها في حياتنا جاينا من عندهم. بيعملوها فين؟ بيعملوها في البيوت. الستات والأطفال والشباب هم اللي بيعملوها. معظم الصناعات في الصين مأخوذة من هنا، يعني في حاجات كتير أفكارها فكرة كله متاخد من هنا للأسف. يعني احنا دلوقتي هو بيعمل لنا كل عروسة المولد و نص رمضان كلها حاجاتنا بتاعتنا. ايوه، ليه احنا ما بنعملش كده؟ يعني هو دلوقتي شغال في حاجات معتمدة على السايح بس، ليه ما يعملش صناعات زي دي تاني يعملها هو بنفسه حتى وهيلاقي رواج؟ مشاهدينا اهلا بكم وفقره دعوه الى الحياه. مشاهدينا اهلا بكم معنا في الفقره استاذه مريم صاحبه فكره مبادره النعم نحميها. اهلا بك يا استاذه مريم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا. محمد وليد سامي. محمد من ضمن فريق العمل. تمام، اهلا بك يا محمد. استاذه مريم، عايزين فكره بقى عن المبادره، ويعني بداتيها ازاي واشتغلت عليها ازاي؟
في البداية طبعا احنا لاحظنا اسلوب حياتنا اليومية بيأثر بشكل سلبي على البيئة وعلى مواردها، ففكرنا ان احنا ازاي نوعي اولادنا سواء طلاب المدارس او الموجودين حوالينا في عائلتنا في اصحابنا، ازاي نوعيهم علشان يغيروا من سلوكياتهم دي من سلوك سلبي الى سلوك ايجابي، علشان ايه نحاول نقلل من خطر ظاهرة التغيرات المناخية. كوننا مع بعض فريق عمل متناغم في تخصصات مختلفة علشان المبادرة تنجح. اخترنا أستاذة منيرة كصحافة طبعا علشان توعي الأولاد، واخترنا أستاذة أماني ليها في ورش إعادة تدوير خامات البيئة، واخترنا أستاذ رمضان طبعا في التربية الفنية عشان يعبروا عن ده برضو برسومات، ومعهم طبعا كنت أنا. تمام، اجتمعنا بالأولاد وعملنا أول محاضرة، جبنا مهندس زراعي عشان يدي لهم معلومات عن النباتات وعن ظاهرة الاحتباس الحراري. بعدها عملنا محاضرة جزء اللي يخصني أنا، اتكلمت فيه عن السلوكيات والسلوكيات السلبية اللي بتأثر على موارد البيئة. يعني احنا أحيانا بنستخدم الطاقات زي الطاقة مثلا الكهرباء، الطعام، المخلفات الكتيرة اللي احنا بنرميها، حاجات استخدام وسائل المواصلات بطريقة كتيرة، كل ده طريقة استخدامنا للأشياء دي بيأثر على ظاهرة التغيرات المناخية. فطبعا احنا كانت في المحاضرة بنتكلم عن لو احنا قللنا استهلاكنا لكل الحاجات دي هنرجع الطبيعة لطبيعتها طبعا، وهنرجع خصوصا ثاني أكسيد الكربون ده اللي زادت نسبته. عارفين ان طبعا تأثير التغيرات المناخية تأثيرات كارثية للأسف جدا على البيئة وعلى العالم كله. ازاي نوصل الفكرة للأفراد، لينا احنا كأفراد، عشان نعرف يعني حجم المشكلة اللي فيها الكوكب كله؟ يعني احنا فكرنا كتربية وتعليم اكتر حاجة لو احنا قدرنا نبدأ من الاساس من الطفل، والطفل ده بدأ يعمل ده اكيد حتى الكبير هيبتدي يتغير، شايف ابنه الصغير بيعمل كده هو كمان هيغير سلوكه، لان احنا الكبار للأسف عارفين ان ده غلط وبرضو احنا للأسف مستمرين فيه، لكن الطفل الصغير ما عرفش يعني ضخامة. الطفل الصغير نتاج للبيئة اللي عايش فيها، ما لما يشوف الكبير بيعمل هيعمل زي. اي بس هو برضو ما وصلش عنده خطورة ده علينا قد ايه، ممكن يسبق نوصل لايه، لكن الكبير متابع الاعلام ومتابع مثلا سواء بيثقف نفسه وبيدخل مثلا على الانترنت وعارف ده، وبالرغم من كده هو مستمر. يعني ابسط حاجة مثلا في بيوتنا يعني الكتير الشاحن اللي بيحطه في التليفون بعد ما بيخلص بيسيبه برضو طول اليوم مش ده اللي بيحصل، بنبقى قاعدين مثلا اكتر من مصباح مثلا مشغله مثلا، يعني وده كله اهدار للطاقة، اهدار للطاقة وخطأ اصلا على الموجودين في البيت، ده ممكن يولع يعمل حريق، وعارف ان ده غلط وبرضو مستمر فيه. لكن لو احنا الكبار بدأنا سلوكياتنا نقول لولادنا لا ده، او احنا من غير ما نقول لهم نعمل ده وهم هيشوفوا ده ويقلدون افضل. فاحنا يعني ممكن الاطفال يعني يصلحوا سلوك الابهات الكبار، وده حصل حقيقي في فيديوهات كتير تربوية احنا بنعرضها للأولاد في أثناء تدريباتنا اليوم. بنلاقي الطفل يعني في بعض الفيديوهات في طفل كان ماشي في الشارع وليه كله بيرمي مثلا ورق، ابتدى هو يلم من ورا الناس، لقي الناس كلهم ابتدوا يعني يتكسفوا ويلموا ورا. محمد انت في سنة كام؟ تالتة اعدادي. ما شاء الله عليك، انت انضميت معاهم بقالك قد ايه؟ من شهر 6. طيب ايه اللي اتعلمته منهم وايه اللي المفروض تعمله؟ انا اكتسبت حاجات كتيرة في المبادرة انا ما كنتش عارفها في الاول عن التغيرات المناخية. تمام. واللي انا اعرفه ان احنا حاليا في المبادرة بنحاول ان احنا عايزين نوعي الناس عن خطورة التلوث البيئي، وشرح لنا استاذ محمد عن خواطر الاحتباس الحراري، ومس مريم ومس منيرة ساعدونا في اكتساب مهارات. طب انت
بتأثر على اللي حواليك ازاي؟ زمايلك اللي معاك مثلا في المدرسة، اصحابك اللي في النادي، جيرانك، بتأثر عليهم مثلا، بتتكلم معاهم في السلوكيات؟ انا عملت اعلان قصير علشان يوصل للناس وبسهولة عشان يعرفوا يفهموا. الاعلان بيتكلم عن مشكلات تغير المناخ والحلول، وعرضته لاصحابي، واصحابي حاليا بداوا ينفذوه، وحاليا بنبدا عندنا في المدرسه نزرع شجر. جميل. طيب انت تاثيرك على الناس اللي حواليك، شايفه في ايجابيات، في قبول للناس اللي حواليك؟ ولا لا، بشوف في ايجابيات وفي سلبيات. يعني انت مثلا شفت حد كبير بيسلك سلوك مش كويس، هتروح تقول له لا ده غلط؟ مش ازاي بقى؟ يعني مثلا لو كان بيلوس البيئه هقول له لا، ان ده حضرتك كده بتلوث البيئه وده كده غلط على البيئه، احنا لازم نحافظ عليها عشان ده كده هيسبب لنا مشاكل كبيره في المستقبل. معنا كل ما هو جديد بمحافظة الأقصر من خلال برنامج بلدي الأقصر. إلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله.